يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد حاولت جهدي أن أقيم أهلي على الكتاب والسنة، ولكني امتحنت بمن يفتيهم بخلاف ذلك، مثل من يفتيهم بعدم وجوب الجماعة للصلاة وجواز لبس البنطال للنساء بحجة أنه لباس بنجابي وأنه ليس غريبا وليس غربيا، فما حكم الأخذ بهذه الفتاوى وما توجيهكم لي؟ البيان، ننصح لك بالبيان، أن تبين لأهلك، تبين لهم الصواب وأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وتورد لهم الأدلة، أو تأخذ من مؤلفات أهل العلم مختصرة تقرأها عليهم أو تعطيهم إياها، أو من الأشرطة تعطيهم إياها وتسمعهم تقرأ عليهم لعل الله يهديهم. والمرأة مأمورة بالحجاب ومأمورة بالستر واللباس الضافي والواسع، وأما البنطال فهذا لا يجوز للمرأة، سواء البنجابي أو الغربي أو أي، ما هو علشان أنه غربي أو شرقي، أو علشان أنه ضيق، علشان أنه يضيق يبين أحجام أعضاء المرأة ويفتن بها، فلا تلبس المرأة البنطال لأنه ضيق ما يسترها، من ناحية أنه يضفي عليها، بل هو يزيدها فتنة. نعم.